ثلاث نقاط، مبروك حصولك على افضل لاعب بالمباراه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك الفوز للكادر التدريبي والهيئه الاداريه وجماهيرنا الوفيه الحاضره. الحمد لله والشكر، ثلاث مباريات على التوالي نفوز، شيء مو سهل. ان شاء الله نقدر نحافظ على هذا الشيء. مبروك الاخوان اللاعبين، مو لي شخصيا، هم اللي فازوا بجائزة افضل لاعب، مو لان لو ما هم ومساعدتهم وجهودهم انا ما حصل على هذا الشيء. وان شاء الله يا رب العوده القريبه للمنتخب. هاي المباراه الثالثه يمكن رجع بها علي للعب، او ثالث فوز على التوالي مثل ما ذكرت. اذا استمر هذا الاداء وين ممكن يكون فريق الطلبه في نهايه المطاف؟ اذا استمرينا على هذا المستوى والنتائج في نهايه المرحله احنا ثاني، اذا استمرينا بالفوز. باقي اعتقد ثلاث مباريات، صح؟ ثلاث مباريات، تسع نقاط. ان شاء الله اذا استمرينا احنا مركز ثاني وثالث، يعني قريبين. منافستكم بالكاس شوف، ماكو فريق بالدوري ما يطمح، تمام؟ احنا الموسم الفات نصف نهائي، هذا الموسم نهائي. إن شاء الله، إن شاء الله يا رب، أكيد. مباراتكم قادمة صعبة أمام الزوراء، شو راح تحضرون؟ كل مباريات صعبة، أنا بالنسبة لي اليوم أصعب مباراة. والله أصعب مباراة اللي راحت اليوم. شوف، المباراة اللي ما تكون بها ضغوط، وما يكون بها حضور جماهيري عالي، اللاعب يسترخي، يبرد، وجاي من فوز تأثر عليه صعبة. صراحة شفتك حريص على اللاعبين وكنت تتوجه على طوال 90 دقيقة. وانا اعرف شنو خطورة هاي المباراة ونتائجها. فدائما نحاول نساعد اخواننا اللاعبين وكلها في مصلحة النادي. ان شاء الله. شكرا للجماهير الوفية الحاضرة، وجائزة افضل لاعب اهداء لهم. شكرا. حبيبي.